فتشم رائحة المسك. والبعض الآخر كان يجلس فيسمع تسبيح الملائكة بأذنه، والبعض الآخر كان يجلس فيرى نور في بيته، ثم ينتقل من عالم هذا اللي احنا فيه لعالم الحقيقة وهو عالم الغيب. ثم البعض الآخر يستشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معه لا ينفك عنه طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي تعرف أنك أنت شخص روحاني؟ أو بمعنى أصح أن الملك اللي موجود في جسمك هو الموكل بيك. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن كل عبد منا وكل به ملك، وسبحان الله يقول أن الإنسان لما بيتكلم بالكلام فيه لما من الملك ولما من الشيطان. فالكلام اللي بيطلع طيب هو من الملك، والكلام اللي بيطلع سيء هو من الشيطان. وعايزك تعرف يا أخي الكريم أن في بعض الأشخاص بيحسوا بالأشياء قبل وقوعها. يعني مثلا في واحد بيقول لك أنا بشوف الأحلام وبصحى الصبح بيتحقق الأحلام اللي أنا شفتها بالظبط. حتى أن في أخت من الأخوات حكت لي قصة في أغرب ما يكون أن العقل يتقبل الكلام ده. بتقول أن أنا كل ما أشوف شخص قريب مني أحلم بيه بعد فترة أن الشخص ده بيموت، وبيموت بطريقة معينة، وفعلا يموت بنفس الطريقة اللي أنا شفتها في منامي. وسبحان الله يتكرر عليها المواقف ديت لدرجة أن أنا ما عدتش قادرة أتحمل. حتى أن في بعض الأشخاص أنظر ليهم وبعد فترة معينة بص لها أن يعني رؤية شوفها، ورؤية توضح ليها كيفية الطريقة اللي بيموتوا بيها، وبعرف الأشياء قبل ما تحصل بدقائق أو قبل ما تحصل بأيام. وفي بعض الأشخاص يقول لك أنا كنت عارف إن هيحصل معايا كده، أنا أساسا كنت حاسس إن هيحصل معايا كده. أنا عايز أنبهك لشيء مهم جدا، إن ربما إن يكون بعض الأشياء اللي بتحصل ديت من التطاير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطاير أو الطير أو التطير. فالإنسان لو تطير أشرك بالله جل وعلا. والتطير إن الواحد مثلا يجي جاي خارج من البيت، إن هو خارج يروح يعمل مشوار معين أو وراه حاجة هيقضيها، فيبص يلاقي شخص ما بيتفائلش بوشه، يقول أنا اصطبحت بوشي من النهاردة، لا أنا مش هكمل المشوار اللي أنا رايحه ده، لأن عارف إن كل حاجة هعملها هتيجي عكس ما أنا عايز، وهتتقلب الدنيا رأسا على عقب، وأنا مش عايز قرف ولا ناقص هموم ومشاكل على مدار يومي. ده التطير. عشان كده أنا عايزك تعرف إن الأشخاص ربما إن يكون عندهم شيء يسمى بالروحانية. وكلمة روحاني للأسف الشديد لما احنا بنتكلم عنها يقول لك إن معنى روحاني إن الشخص ده خلاص هو دخل في إطار السحر، وإن الشخص اللي قدامنا ده هو ساحر من السحرة اللي بيقوموا بعمل السحر لينا، وإن الروحاني ده بيطلق على السحر فقط. لا يا عزيزي، الروحاني ده بيطلق على الشخص اللي هو انتزع من المادية وصفت نفسه ولم يبقى شيء إلا الله جل وعلا. وليس هذا ما أتكلم عنه اللي هو اتحاد أو الحلول اللي عند الصوفية، ولكن أنا عايز أقول لك إذا فنيت النفس فلم يبقى سوى الله جل وعلا. وهذا مذهب معروف وفكر معروف لا يستطيع أي إنسان أن ينكره. ولذلك الروحانية هنا تأتي عند بعض الأشخاص تكون صفة، لأن الشخص ده يعني سبحان الله طيب مخموم القلب نقي، قلبه ما فيهوش حسد ولا في عين ولا في ضغائن لأي حد نهائيا. في يوم من الأيام لما ربنا سبحانه وتعالى قرب سيدنا موسى لي، واقترب موسى من عرش الرحمن، رأى أن هناك عبد بمنزلة قريبة جدا من الله جل وعلا، فقال يا رب من هذا الرجل؟ وغضته موسى على هذه المكانة وعلى هذه المنزلة. فقال الله عز وجل سأخبرك بعمله ولن أخبرك باسمه. أما هذا العبد فهو لا يحسد أحد، وليس في قلبه حقد على أحد، ويصل المعروف يعني يأمر بالمعروف ويصل رحمه، ثم إن هذا القلب ثم إن هذا العبد بر بأبويه. فتعجب موسى كيف يكون العبد بر بأبويه؟ قال لا يسبب لهم السباب أو الشتائم. عشان كده ممكن الرجل يسب أبو الرجل فيسب أبيه ويسب أمه. فلذلك يا أخي الكريم أنا عايز أقولك إن الروحانية دي شيء موجود، والإنسان ممكن يرتقي ليها لدرجة إن تصفى النفس بتاعته إن هو يرى الملائكة ويرى الشياطين رأي العين ثم يخالط الشياطين. وأنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا، ليس كل ما تراه في الحياة حقيقة، فأنت عايش في عالم يسمى بعالم الأشباح.
ودي حاجات انا ما ينفعش ان انا اتكلم عنها لان العقل بتاعك مش هيستحملها، لكن في حقائق وفي بصائر، وفي بعض الاشخاص بينتقلوا من عالم الحقيقة، من عالم الشهادة اللي احنا فيه لعالم الحقيقة. يسمى عالم الحقيقة ده بعالم الغيب، وفي اللي بينتقل من عالم الغيب لغيب الغيب، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث للانبياء والمرسلين ولبعض من انعم الله عز وجل عليهم من عباده الصديقين والصالحين. وعالم غيب الغيب هذا يكون في الملأ الأعلى بجوار الرحمن جل وعلا في مقعد صدق، وليس في السماء الأولى ولا في السماء الثانية ولا في السماء الثالثة. وأقرأ إن شئت كتاب مفاتيح الغيب الجزء الأول تفسير الرازي في سورة الفاتحة، في آخر 40 صفحة من الجزء الأول ستجد عجب العجاب مما نقله الإمام الرازي عليه رحمة الله. لذلك الروحانية هي أن الإنسان ينتقل من الطبائع المادية إلى الطبائع الملائكية، ثم بعد ذلك يصدق في الحديث فيجد أن كل شيء يراه في الوجود يستشعر به قبل وقوعه بلحظات، ويأتيه هاتف من الله جل وعلا يخبره بحقائق الأمور وبأسرارها وبصدق من أمامه وكذب من أمامه، ويعلم أن الشخص الذي أمامه سيتكلم في موضوع ما ويسمي هذا الموضوع بداخله ويقول في نفسه هيكلمني في كذا كذا كذا، وفعلا يحدث ذلك تماما. لذلك في أشخاص يسموا بالأشخاص الروحانيين، والدليل على ذلك أن الملائكة هم من يقترنون بهم. وعشان تكون شخص روحاني لازم أنك أنت تلتزم باللي أنا هقوله لك، 4 أشياء إن فعلتهم في حياتك انتقلت من عالم المادية لعالم الروحانية، ولا يقدر عليهم أحد إلا من وفقه الله جل وعلا. فالأمر مش أمر هين، أمر سهل، لا الأمر من أصعب ما يكون، ولكنه سهل على من يسر الله عز وجل له الطريق. فالإنسان الروحاني بيكون موجود معاه ملك، والقرين الشيطاني اللي موجود معاه بيختفي نهائيا ولا يبقى له أي أثر ولا يبقى له أي قدرة على التحكم في جسد هذا العبد. فهذا العبد إنما هو يتكلم بالله جل وعلا وينظر بنور الله جل وعلا ويسمع بمراد الله جل وعلا، ويسمعه الله جل وعلا ما يريد، فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يخطو إلا في سبيل الله جل وعلا. وهذه منزلة ترتقي إلى منزلة الإحسان، فالعبد في هذه المنزلة يشعر أنه جند من جنود الله جل وعلا، مسلط على إبليس وجنوده، وهو في جهاد دائم مع إبليس وجنوده. عشان كده أنا لازم أذكرك بشيء وعايزك أنك أنت تنتبه لي. إذا كنت أنت بتشوف رؤى والرؤى دي بتتحقق، أو أنك أنت مثلا بتشوف أشياء في العالم اللي احنا عايشين فيه لا يراها البعض، فإياك ثم إياك أن تقصها على أحد، لأن ربما الشخص اللي أنت هتقصها عليه ده يكون هو إبليس نفسه، فتقول له أنا بشوف كذا 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 فتحجب عنك الرؤية. وكم من شخص حرم وحجب بسبب إن هو بيحكي الأشياء اللي بيراها للآخرين. يعني في بعض النساء كده كانت تجلس فتشم رائحة المسك، والبعض الآخر كان يجلس فيسمع تسبيح الملائكة بأذنه، والبعض الآخر كان يجلس فيرى نور في بيته، ثم ينتقل من عالم الشهادة اللي احنا فيه لعالم الحقيقة وهو عالم الغيب، ثم البعض الآخر يستشعر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معه لا ينفك عنه طرفة عين. فكل هذه نعم وأنعام وأرزاق يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده. لكن الشاهد من الموضوع، إذا أردت أنك أنت تقوي عندك مسألة الروحانية وأنك أنت تكون شخص روحاني، وأنك أنت مجرد ما تقرأ على أي حالة من الحالات تشفى هذه الحالة اللي هي أمامك، كل ما عليك أنك أنت هتلتزم ب4 أشياء فقط. إن التزمت بهم واجتهدت، إن التزمت بهم واجتهدت يا أخي الكريم انتقلت من عالم الجسمانية لعالم الروحانية. أول شيء الصلوات المفروضة تحافظ عليها، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تجعلك ورد من التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، حتى أنك أنت تدخل في الحضرة الإلهية
حضرة الله جل وعلا، فتنفك من هذا العالم المادي وتنتقل لعالم الحقيقة، ثم بعد ذلك تحاول أنك أنت تغض بصرك وسمعك عن المحرمات، فلا تسمع إلا ما يرضي الله ولا تتكلم إلا بما يرضي الله. ثم بعد ذلك الشيء الرابع يا عزيزي، أنك أنت تفعل فعل السيدة مريم عليها صلاة الله وسلامه، وهو أنك أنت تعتزل الناس لمدة يوم، فما تكلمش في اليوم ده أي حد من الإنس نهائيا، وتنظر نذر: اللهم إني نذرت لك صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى أنك أنت مش هتكلم اليوم إنسي، فمن اللي هيكلمك؟ فكر فيها، وما فيش داعي أن أنا أوضحها أكثر. صم عن كلام البشر نهائيا لمدة يوم، وخليها عزلة مع الله جل وعلا، التسبيح التحميد التكبير التهليل، أنك أنت تكون على مدار هذا اليوم متوضئ. تعرف لو أنت مصاب بعين أو مصاب بسحر أو مصاب بأي أذى في الجسم، سينفك عنك هذا الأذى، وستنفك عنك هذه العين، وسيرفع عنك هذا الضر بإذن رب العالمين. هو كل ما عليك أنك أنت تجرب هذه الطريقة، لن تخسر أي شيء نهائيا، فقط جرب. ما الذي يمنعك أن تجرب لكي تنمي روحانيتك؟ إذا كان بيحصل معك أشياء غير مألوفة وترى في عالم الشهادة أشياء من عالم الحقيقة، فكل ما عليك أن تكتب بسم الله: نعم أرى وسأتواصل معك، حتى يفتح الله عز وجل لنا أبوابا من أبواب العلم، ومن أسرار لا إله إلا الله، ومن أسرار معرفته. شاركها لغيرك، فالدال على الخير كفاعله. دمتم في ود في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.